السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. والنهارده يوم جديد من يوميات بوسي. يومنا النهارده هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنعمل مع بعض النهارده طريقة عمل السجق البلدي او السجق الضاني. ان شاء الله بقى داخلين على العيد الكبير، وانا عملت معاكم تنظيف البمبار الضاني، وهو اللي هنعمل بيه النهارده السجق البلدي بتاعنا. هو بيتعمل بالبمبار الضاني او بالهنك، والهنك ده هو عبارة عن بمبار الضاني او مصارين الضاني، وبينضفوها وبيملحوها وينشفوها ويبيعوها هنك. احنا هنعمل النهارده بقى، بما ان احنا داخلين على عيد كبير والذبايح هتكون كتير، فان شاء الله هنعمل مع بعض السجق الضاني بطريقه الجزار، طريقه مضمونه 100% وريحه وطعم بصوا مش قادره اقول لكم حكايه بجد. ان شاء الله انا بقالي كتير ما ظهرتش معاكم، بس رجعت معاكم ان شاء الله وهظهر معاكم من جديد. يا رب ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم. بس لو لسه جديد معايا في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، هيوصلك اشعار بكل جديد بنقدمه بامر الله. ويلا نشوف عملنا السجق البلدي ده ازاي، بجد تحفه ان شاء الله يعجبك وتجربيه وتقولوا لي في التعليقات. يلا نشوف عملناه ازاي ونقول بسم الله ونبدا الفيديو. قبل ما ابدا الفيديو ونقول ما قدرنا ايه، عايز اشكر قناه عالم واكلات شريفه، لان هي توقعت معايا وقالت الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون البومبار اللي هتعمليه. وكمان بشكر قناه رانيا توفيق، لان هي كمان قالت هتعملي بيه سجق المره الجايه، صح تمام. وكمان قناه الهدى المنوعات توقعت وقالت هتعملي بيه سجق. انا توعدتكم ان انا هقول اساميكم في الفيديو للناس اللي هتتوقع صح. كمان متابعتي وحبيبه قلبي ام عمار الصباغ، تسلم ايدك يا قلبي وهتعملي بيه سجق. طبعا كان توقعك صح، وعملت بالبمبار الضاني عملت بيه سجق. ويلا نشوف بقى مقاديرنا ايه. معايا هنا كيلو من اللحمه، اللحمه دي انا فرماها عند الجزار، وطبعا هو بيفرم لي قبل منها البوش بتاعي، يعني بتقول له عايزه ربع كيلو بوش على الكيلو اللحمه. البوش ده مش دوش، يعني في حاجه اسمها دوش وحاجه اسمها بوش. البوش ده اللي بيتفرم مع الكفته وبيتفرم كمان مع السجق، يعني ضروري جدا يتحط معاه. يبقى كيلو اللحمه بيتحط له ربع كيلو بوش. طبعا هو فارم لي البوش الاول وبعد كده فارم لي اللحمه، علشان الدهنه اللي تفضل او البوش اللي يفضل في المكنه ينزل مع اللحمه تمام، وما يفضلش يعني في المكنه لحد تاني ياخده واللحمه بتاعته تبقى بيضه بالشكل ده. فتمام مفيش مشكله. ومعايا هنا الهنك بتاعنا ده، طبعا بمبار الضاني اللي نضفناه مع بعض الحلقه اللي فاتت، اللي قلت لكم توقع هعمل بيه ايه. ان شاء الله هنعمل بيه النهارده السجق الضاني ان شاء الله تمام. انا نظفته، اللي عايز يشوف الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف باذن الله. معايا كمان هنا نص كيلو من الفلفل الاحمر الرومي، ومعاهم كمان حوالي 10 قرون من الفلفل الحامي، لان انا بحبه حراق. عايزه تستغنى عن الفلفل الحراق خالص وتخليه كله رومي تمام، او تحطي فلفل الالوان اللي هو الفلفل الحلو، مفيش مشكله، فلفل رومي فلفل حلو وفلفل حامي اللي تحبيه. بس طبعا عشان الكميه بتكون كبيره فاحنا بنحط جزء رومي وجزء قليل جدا من الفلفل الحامي، وما تقدر تستغني عن الحامي خالص. وواحده جوزة الطيب كامله، ومعايا معلقتين كبار من الملح، وربع كيلو من الفول الصويا. لو مش بتحبي فول الصويا او مش بتفضليها هتحطي مكانه ربع كيلو بقسماط ناعم تمام. هنطحنه دلوقتي بالمطحنه وهقول لك بعد ما اطحنه هنعمل ايه. هنا معايا توابل الشوربة او بهارات اللحمة، طبعا عند اي عطار بتقول له عايزة بخمسة جنيه او بعشرة جنيه زي ما انت عايزة بهارات لحمة، هو بيشكل هالك وبيحط لك كل حاجة، من حبة اللورة للحبهان المستكة الرونفل، بيحط كبابة صيني، بيحط كل حاجة، وقرفة وورق لورة وزعتر و روزماري، وبيحط كل حاجة في التوابل دي، وبتطحنيها في المطحنة بتاعت الخلاط، وهنحط منها كده حوالي 4 أو 5 معالق كبار. طبعا لو انت عندك بقى كل حاجة لوحدها هتحطي من كل حاجة معلقة، لو انت جايبة كل حاجة من اللي انا قلت عليها دي لوحدها هتحطي من كل حاجة معلقة كبيرة. ضفت هنا الفلفل الرومي بتاعي في الخلاط، وده حوالي كيلو الا ربع، يعني نص كيلو من الفلفل الرومي، وعليه كده حوالي 10 قرون من الفلفل الحامي تمام، يعني حوالي كيلو الا ربع. ضفت لهم كوباية من المية تمام، وهضربهم في الخلاط. لو انت هتعملي بقسماط مش هتضيفي ميه للفلفل بتاعنا، هتطحني الفلفل فقط من غير ميه تمام. انا هنا طحنت الربع كيلو الفول الصويا، طحنته طحنه صغيره كده مش نعمته خالص لا، يعني جرشته كده بسيط، وهحط عليه الفلفل بتاعي بكوبايه الميه علشان ينعم معايا ويطري الفول الصويا بتاعي، لانه بيبقى خشن شويه، فول الصويا بيكون خشن شويه وعايز ميه علشان يطريه، فكوبايه الميه اللي احنا حطيناها هي اللي هتطري معانا فول الصويا. لو انت هتستخدمي بقسماط مش هتحطي كوبايه الميه تمام كده، هتحطي الفلفل هتطحنيه فقط، وهتحطي البقسماط على اللحمه على طول تمام. هقلب كده وهسيبهم حوالي 10 دقايق علشان فول الصويا يشرب كل السوائل اللي معانا في الفلفل،
هقلبهم كده واركنهم على جنب 5 دقايق 10 دقايق. هتلاقي فول الصويا زي ما انتم شايفين بيشرب كل الميه اللي في الفلفل، وهو الفلفل الاحمر ده هو اللي بيدي اللون بتاع السجق اللي بيكون لون احمر حلو، يعني هو ده اللي هيدينا اللون. الفلفل الاحمر هو اللي هيدينا اللون وهيكون لون طبيعي ولون جميل. هنا بقى خدت حوالي 4 معالق او 5 معالق كده من البهارات اللي قلت لكم عليها بتاعه اللحمه اللي فيها جميع التوابل، وخدت كمان معلقه فلفل اسود زودتها، وزودت كمان حبه من القرفه، وادي واحده جوزه الطيب هنبشرها كلها وهنستخدمها كلها. تمام، انا هنا كان معايا، هنا نسيت اقول لكم في المقادير في الاول ان احنا بنحط راس توم كبيره او معلقتين توم مفرومين كبار. تمام، هنا هنحط التوم، انا هكتب لكم برده المقادير كلها في صندوق الوصف. اي فيديو بعمله بكتب مقاديره في صندوق الوصف يا بنات، يعني تقدروا ترجعوا لصندوق الوصف وتاخدوا منه سكرين شوت بالمقادير عشان ما تنسوهاش. هجيب حاجه بقى كبيره هنا وهحط معايا اللحمه علشان نبدا بقى نعمل الخليط بتاعنا، وهحط عليه الفلفل الرومي اللي انا طحنته، وهحط عليه فلفل الرومي، وكمان كنت حاطه معاه فول الصويا المجروش، وهنزل بقى بالربع كيلو البوش بتاعي. ربع كيلو البوش ده مش غالي، ربع كيلو البوش ده عامل 7.5 جنيه. وحطيت بقى جميع البهارات بتاعتي، وحطيت كمان معلقتين توم كبار مفرومين، وهحط معلقتين ملح كبار، وهعجن بقى كل حاجه كده عجنه كويسه جدا لحد ما يندزج كل العجين كله في بعضه كده، ويكون عجينه كتله واحده. كل بقى يكون فيه بهارات كده، ويكون فيه فول صويا، وتكون عجينه كده كلها شكل واحد. هقلب بس كويس كده، هعجنها عجنه كويسه، وارجع في الاخر هقول لك هنحط بقى المكون الاخير وهو ايه. كده خلاص بعد ما عجناها شايفين كلها شكل واحد ازاي، مش قادره اقول لكم على ريحه التوابل اللي احنا حاطينها، مديها ريحه فظيعه. معايا هنا ربع بقى كوبايه زيت، ده اخر مكون هنحطه، ربع كوبايه الزيت ده علشان يدي كده ملمس ناعم للبومبار بتاعنا او للعجينه بتاعتنا، علشان واحنا بنحشي بيها لو انت تحشيها بمكنه هتخلي المكنه معاكي تكون ماشيه بكل سهوله، ولو انت تحشيها بقمع زي ما انا هعمل دلوقتي برضو هتسهلك الحشو، وتخلي الحشو معاكي يكون سهل كده، والعجينه بتاعتك تكون بتلمع وبتتزحلق كده بسرعه معاكي من القمع. ده قمع صغير كده، ومعايا اهو الهنك بتاعنا، تقدري تشتري الهنك زي ما قلت لك بيتباع عند الجزار ب 35 جنيه، بس طبعا بتوصي عليه من قبليها، بتقوله عايزه هنك بتاع السجق وبتسيبي له حقه وبيجيبهولك، بيكون مملح وعباره عن يعني نفس الشكل كده بالظبط، بس بيكون مملح وناشف، انت بتنقعيه في ميه لحد ما بينزل الملح اللي فيه وبيطرى بالشكل ده. وعايزه اقول لك كمان انا هنا بحط بقى البوز بتاع القمع في قلب البومبار بتاعي، وببدا اضغط كده من فوق وهو بيتحشي على طول، مش بياخد وقت لعينك. وممكن تعملي بقى كده وتقعدي تسلي فيه زي ما انا عملت كده، تقعدي تسلي فيه قدام التلفزيون لحتى ما تخلصي الكميه كلها. يعني ان شاء الله سهل وبسيط ان شاء الله، ومن غير مكنه ومن غير اي حاجه عملناه في البيت زي الفل. زي ما قلت لك انا عملت معاكم هنا بالبومبار الضاني، علشان ناس كتير جدا في العيد بترمي بومبار الضاني ده، لان بيبقى ضغط عيد وزحمه عيد فما بيبقاش فاضيين ان هم ينضفوه. انا نضفته معاكم في الفيديو اللي فات بطريقه سهله جدا جدا، ما خدش 5 دقايق معايا، وهنعمله النهارده بالسجق بتاعنا زي ما انتم شايفين، وهيبقى انضف سجق ممكن تاكليه ان شاء الله. تمام، هو الهانك هو نفس البومبار او المصارين بتاعه الضاني دي، هما بالظبط بيعملوها الهانك. تقدري تشتريها طبعا من اي جزار زي ما قلت لك بسعرها 35 جنيه بس، بتجيبيها وتنقعيها شويه من الملح اللي فيها. هنا انا بعد ما حشيت بقى هنا بحشي البومبار كله كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، السجق ده، وبعمل كده ما بين كل واحده وواحده، يعني باخد حجم الواحده اللي انا عايزاه وبشيل كده منها العجين، وبعد كده بقسمها نصين وبلفها بالشكل ده. بعد ما بلفها باخد جزء من اللي تحت وبعديه كده منها من فوق. تمام، هنزل على تحتهم وهعمل نفس الكلام، هلفهم في بعض كده وياخد الجزء اللي تحت وطلعهم بالشكل ده علشان يدينا الشكل ده. هعمل معاكم الشكل كمان اللي هو بيكون فيه 3، يعني ده كده الشكل اللي بيكون فيه 2 بس، هعمل كمان الشكل اللي بيكون فيه 3. هعمل بقى كل البومبار بتاعي او كل السجق بتاعي بالشكل ده. هاخد واحدة البومبار زي ما قلت لكم كنا لفينه على عصاية في الفيديو اللي فات علشان يتفك معايا بكل سهولة، وزي ما انتم شفتوا بيتفك معايا بسرعة. بحشي كده وببدأ انزل بايدي واحدة واحدة من فوق، وهقول لك كمان على طريقة تسهل معاكي الحشو اكتر. يعني في نص كده وانا بحشي سرعت معايا وكان الموضوع اسهل من كده. اهي هذه الطريقة اللي انا قلت لك عليها في النص. بدأت كده اخد واحدة البومبار وادخلها كلها كده جوه القمع،
سهلت عليا كتير جدا جدا. باخد كده البومبار وادخله جوه القمع كله، وبعد كده بحشي زي ما انتم شايفين. هينزل بقى معاكي كده الحشو بكل سهوله اهي، شايفه؟ ولا هتزقي بقى بايدك ولا اي حاجه، هي بتاخد العجينه مع البومبار وبتنزل على طول، شايفين؟ دي الطريقه دي سهلت عليا وهتسهل عليكي جدا لو انت هتعملي بالقمع زي كده. دخلي كل الهانك جوه القمع واضغطي بالشكل ده، هينزل لوحده كانك بتستخدمي المكنه بالظبط. وبعد كده بقى ظبطي بايديكي. بعتذر لكم طبعا عن شكل ايديا، لكن هو طبعا عشان هو فيه دهون وفيه اللون الفلفل الاحمر فهو مخلي ايدي بالشكل ده. انا هنا هعملها بقى على ثلاثة زي ما قلت لكم، بضغط بعد ما بعملها اتنين بعدي منها مره ثالثه علشان اعملها على ثلاثة بالشكل ده. اهو هقسمها على اتنين تاني وهلفها بالشكل ده، بقسمها على اتنين وبلفها بالشكل ده، وبعدي منها الصبع بتاعنا، وبعد كده بعدي مرة كمان علشان اعملها على تلاتة. بتبقى تلاتة بالشكل ده زي ما بتكون عند الجزار بالظبط، شايفين؟ حاجة كده تحفة، طعم والله مش قادرة اقول لكم طعم خيال. عملت منه سجق العربيات، عملت منه كمان بيتزا، كانت بيتزا السجق تحفة، مش قادرة اقول لكم على ريحته وطعمه وجماله ونظافة وكل حاجة. حاجة مضمونة وفي بيتك، وان شاء الله باذن الله ويكون فيديو النهاردة عجبكم، ويكون كان الفيديو خفيف كده وسهل عليكم ويكون عجبكم. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة حطوا لايك للفيديو علشان يوصل الناس كتير، ولو لسه انت جديده معايا في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس هيوصلك اشعار بكل جديد بننزله بامر الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.